مرهقون، نهرب من انكسارات الماضي فيمتلئ قلبنا بجراح لم تشفى. مرهقون، نحاول تخطي ما مضى فإذا به يمشي إلى جانبنا، يفرش ظله أوسع من قامتنا، نظنه قد اختفى ونكتشف أنه يسبقنا إلى حيث حاولنا الهروب. مرهقون، نحاول أن ندفن أوجاعنا في الأمس الذي رحل ولم يعود. مرهقون، ولن نستعيد عافيتنا إلا إذا اغتلنا من ماضينا كل حقد وكره وقسوة، ومن قلوبنا كل ندم ويأس ومرارة. حكايتنا اليوم من قصص العراق الموجوع والمتألم من زمن طويل، العراق اللي عم ينزف ونزيفه ما بيفرق بين عجوز وسيدة وشاب وطفل صغير. قصتنا اليوم مع عائلة نزحت من العراق من مخيم إلى مخيم لحتى وصلت إلى أحد الأحياء الفقيرة بلبنان. حبيب الطفل الصغير اللي راح يخبرنا عن استشهاد والده، عن هربهم من الموصل إلى لبنان، من مخيم إلى كرفان إلى بيت عايش فيه اليوم مع عمه، أولاد عمه وعيلته الكبيرة بغرفة كتير صغيرة. أنا جاي أتعرف عليكم اليوم. أهلا وسهلا فيك ست ذكرى. أهلا وسهلا فيك أسيت. قدي صلكم بلبنان؟ 5 أشهر. 5 أشهر؟ قبل وين كنتوا؟ يعني كنا منطقتنا. وين منطقتكم؟ يعني حمدانية موصل. بعدين هزمنا من وراء داعش، جينا على الأربيل. ست ذكرى، بتتذكري كيف أخذتوا القرار إنكم تفلوا من المنطقة؟ شو كان عم بيصير يعني بهيداك الوقت لأخذتوا هالقرار؟ يعني أخذنا القرار، قلت يعني كل واحد أخذ عائلته طلع قبل ما يصير شيء فيهم يعني. أنت ومين طلعتي؟ أنا وبيت أهلي. رحنا، أهلي كان عندهم سيارة الحمد لله، رحنا بالسيارة أول شيء، وبعدين نص السيطرة مال أربيل نزلنا مشينا مشي. وبعدين وصلتوا على أربيل، قعدتوا بخيم؟ إيه قعدنا بمخيم. إيه قعدنا بمخيم، يعني شفناها صعبة صعبة صعبة. فقلت يعني واحد يعني إلى متى؟ وانتظرنا يعني بلكي يصفى العراق، بلكي داعش يطلعون. انتظرنا وما صار شيء بعد، كانت أزيد. وكيف قررت تجي لهون؟ فكرت بأولادي، قلت صغار وما شافوا شيء، يعني كان عندهم أحلى شيء بيهم راح من عندهم، وقلت خلي نطلع
أسويهم مستقبل إلهم أحسن. يعني لا شعورياً منحس قديش في غربة بحديثهم بلقائهم بعيونهم. مش هيني واحد يعيش برات بلده، مش هيني واحد يتهجر، كتير يعني مشاعر صعبة وقاسية. كل الناس يمكن يلي تهجرت وعانت الحرب بمنطقتنا العربية بتعرف منيح معاناة عيلة حبيب. قديش إله متوفي زوجك؟ 7 سنين وهسا يروح ب8 سنين. كيف الله. كيف توفى؟ كان شرطي. هو شرطي؟ ايه، كان واجبه بنفس اليوم اللي راح، وكان اكو سيارة مفخخة فجرت بيهم. شو الصعوبة اللي بتلاقيها اوقات يعني خصوصا مع صبي مثل حبيب، انه شو صعب عليك كان بودك يكون زوجك موجود ليساعد؟ يعني صراحة صعبة، يعني كل شيء صعبة، يعني ماكو اغلى من الاب بالبيت. سلفك اخو زوجك انتو عايشين معه بنفس المكان، ما هيك؟ قديه بتطمني بالك انه حبيب عنده صورة اخرى للبي للرجل، هيك بشيل عنك مسؤولية انه هو بيقدر يهتم فيه؟ يعني صراحة من راح ابوهم الله يرحمه ويرحم اهلكم ان شاء الله بيكي. يعني حسبهم مثل اولادهم، وهماني يعني هاي 7 سنين ما مخلي خاطري ابد، فانا واولادي هم بحبه هو وسلفته، ودائما يعني نريد نعيش مع بعضنا. يعني محبة زايدة بيناتنا، وهو وجوده بالبيت يعني مثل وجود المرحوم بعيد منه. فأنا من يوم ما استشهد أخويا صرت أنا أبوهم، يعني صرت أنا أقوم لهم بالواجب، أنا عمهم وأنا أبوهم، وما فرقتنا لا الأيام ولا الزمان، بقوا حالهم حال أولادي. فمن ما من المعقول أنه يجون إلى بلد مهجرين وأنا موجود ما أقوم لهم بالواجب، حتى لو اضطريت على نفسي أو على عائلتي أو على أطفالي. أنا كيف ما أشوفهم أشوف أطفالي، وكيف ما أشوف أطفالي أشوفهم. حبيب أنت مزبوط بدك تعمل شرطي مثل البابا؟ هلأ بعدك عم تروح على المدرسة؟ بطلت. بطلت؟ ليش؟ بروح بشتغل. عم تشتغل أنت؟ شو بتشتغل؟ حلاق. حلاق؟ وليه أنت بدك تشتغل تتساعد الماما؟ تساعد ماما، وما عندنا ولا واحد بجيبنا. ما عندكم حدا يعطيكم فلوس، ما حدا عم بيساعدكم، فأنت حاسس حالك أنه أنت الشاب الوحيد بالبيت الكبير بدك تشتغل؟ أكيد زعلت له لهالصبي اللي بعده يعني بأول عمره، ويمكن سلاحه الوحيد لازم يكون العلم، بس للظروف أحكام أكيد. اللي بيحكي من برا مش مثل يلي بيدوق حرقة الجمرة. أكيد شغلة كتير صعبة بالنسبة لحبيب، بس حبيب قال أنا بدي ضحي كرمال تيتعلم وخياتي. شو بدك تعملي بس تكبر يا رني؟ دكتور، لأنه بابا كان بيحلم إنه أنا أصير دكتورة. وأنت بدك تحققي له حلمه؟ أنا زعلانة كتير لأنه بابا راح وعافنا. وأنت رانيا شو بدك تصيري؟ هي بتحب الأغاني بتتصير فنانة. عنجد؟ ايه يلا معي، غيرك ما بختار، بغيرك ما بختار، لو حرقوني بنار، حالك يا روحي لكانوا نصار. أنا كتير انبسطت تعرفت عليكم، وإن شاء الله الله بيغير كل الأحوال. وحبيب أنا بدي استأذنك، وبعد شوي بدي استأذن عمه بس يرجع من العمل، إذا بيسمح له يروح معنا تيلتقي بطفلين بعد بدنا نعرفه عليهم، تقريبا يعني بيعانوا من نفس المعاناة من نفس المشكلة، يجتمعوا مع بعض ونقضي يومين كتير حلوين. وقبل ما نروح جبنا لهم هدايا لأخواتك. هيدي لقلك رانيا، ينعاد عليك. مرسي. وهيدي لرانيا، تفتحوها تنشوف إذا بتحبوها. هيك بيفتحوها، هيك على السريع. يلا أنا فتحت لك ميلة، أنت بتفتحي ثانية ميلة. أوكي يلا افتحي. شو هيدا؟ هيدا؟ مزبوط. مرسي. حبيتي؟ كان بدي، كان عبالي. وفيك تحطي فيه خط تليفون، بيصير تليفون موبايل. مبروك. حبيبتي. ثانية. هيك بحكي. هيك الضحكة حلوة. كتير حلوة أنت. مبروكين.
أكيد هالعائلة اللي تعرفت عليها اليوم نزيفة مشابه لكتير من العائلات يلي تركت وطنها، تركت ذكرياتها، وتركت أغلى الناس بهيداك التراب هونيك، تركت البي ونزحت من بلد لبلد لوصلت على هالحي اللي شفناها فيه اليوم بلبنان. ما بعرف إذا الأمنيات بتكفي، بس يمكن إذا الواحد منا بعده قادر يحلم، بعده بيأمن بالأمل يلي جاي ببكرة، بتمنى بس هالعائلة ترجع على وطنها. فقرة المسابقة هي لحتى نختبر معلومات الأطفال معنا، وكمان لحتى نتسلى شوي. شو يا حبيب؟ كيفك؟ منيح؟ كيفك أنت والمعلومات العامة؟ شو أكثر شيء بتحب وأكثر شيء ما بتحب؟ يعني مثل شو؟ يعني مثلاً كيفك أنت والحساب؟ منيح. منيح؟ يلا أنا رح أسألك 12 سؤال، بس بكل سؤال أنا رح أعطيك 3 احتمالات تتجاوب. هينة، يعني بعطيك 3 احتمالات بتنقي، بس فكر شوي أنت. أوكي؟ يلا. أول سؤال يا حبيب هو بالحساب، بدك تعطيني جواب 511 ناقص 300. 211. متأكد؟ أوكي، هلأ ما رح أقول لك إذا إيه أو لا، مش هون رح أعطيك النتيجة، بعدين بوقت تاني. أوكي. سؤال رقم 2، ما هي يا حبيب عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لاغوس، أديس أبابا، واشنطن. هاي أول وحدة؟ أول وحدة لاغوس أكيد. شو؟ هاي لاغوس. خلاص مصر؟ أوكي. سؤال رقم 3 حبيب، ما هو الكمان؟ هل هو أحد أصابع اليد منقول له الكمان، أو هو آلة موسيقية، أو هو الحريق الكبير؟ الحريق الكبير. الحريق الكبير منقول له الكمان. الكمان آلة موسيقية. آلة موسيقية، جواب نهائي. سؤال رقم 4 يا حبيب، ما هي اللغة الرسمية في ألمانيا؟ شو بيحكوا بألمانيا؟ أنتوا بالعراق شو بتحكوا؟ أي لغة؟ عربي وسرياني. مزبوط. طيب بألمانيا شو هي اللغة الرسمية؟ الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية؟ إنجليزية. بألمانيا شو؟ إنجليزي. إنجليزي بألمانيا. خلاص جواب نهائي. طيب يا حبيب، سؤال رقم 5، ما هي جنسية لاعب كرة القدم ليونيل ميسي؟ يعني هو برازيلي، أرجنتيني، كولومبي؟ أرجنتيني. أرجنتيني، جواب نهائي صح؟ أوكي. سؤال رقم 6، في أي قارة تقع فنزويلا؟ هل هي بأمريكا؟ هل هي بأوروبا؟ هل هي بآسيا؟ أوروبا. أوروبا؟ فنزويلا؟ مثل ما بدك. آسيا. آسيا؟ خلاص جواب نهائي؟ ما بتغير رأيك؟ أمريكا، أوروبا، آسيا. أمريكا. بأمريكا؟ يعني كان بعد في أمريكا. أوكي، خلاص جواب نهائي. سؤال رقم 7 يا حبيب، ما هي الأناكوندا؟ نوع من الفئران، نوع من الأسماك، أو نوع من الأفاعي؟ شو أناكوندا شي كتير ضخم، بس هو شو؟ فارة كبيرة، سمكة كبيرة، أو أفعى كبيرة؟ أفعى. أوكي. رقم 8، ماذا يسمى صوت الأشجار؟ بس يكون في هواء مثل هلأ شوي، بس يطلع هيك في صوت للشجر، له اسم. هل هو
حفيف الشجر أو حليف الشجر أو حسيب الشجر؟ حسيب. حسيب يا حبيب، جواب نهائي. حفيف. شو هي؟ حفيف. حفيف. شو؟ خلص قرر أنت. جواب نهائي. أوكي. سؤال رقم 9، ما هي عاصمة الهند؟ طوكيو، موسكو أو نيودلهي؟ نيودلهي. أنا هلأ ما رح أقول لك إذا إيه أو لا، بس جواب نهائي. أوكي. سؤال رقم 10، كمان حساب يا حبيب، ما هي نتيجة 376 زائد 300؟ 673. يلا رح أعطيك احتمالات، هي رح أرجع ذكرك، 376 زائد 300، هل هي 676 686 696؟ 600. هاي أول وحدة. فيه. أول وحدة 676. ها هي جواب نهائي بالحساب. أوكي. سؤال رقم 11، في أي دولة يا حبيب يوجد برج بيزا المائل؟ هو مشهور كتير لأنه مائل، منه هيك جالس. اسمه برج بيزا المائل، وين موجود؟ بروسيا، بلبنان، بإيطاليا؟ بإيطاليا. بإيطاليا. خلاص جواب نهائي. أوكي. سؤال رقم 12، ما هما، هذا آخر سؤال، ما هما لونا علم تونس؟ هل هن أحمر وأبيض، أخضر وأصفر، أزرق وأسود؟ أحمر وأبيض. أحمر وأبيض. خلاص جواب نهائي حبيب. متأكد؟ شو متأكد؟ أوكي. هودي 12 سؤال، أنا ما رح أقول لك هلأ، بقول لك إنك عملت منيح بس ما رح أعطيك النتيجة، لأنه خبرتك إنه بدك تلتقى بهالأسبوع بطفلين غيرك، ما هيك؟ كمان هن بدهم يخضعوا لنفس المسابقة، وبدنا نشوف مين بيربح بالآخر. أوكي؟ أوكي. اللي بيربح له جايزة مختلفة عن الباقيين. خلاص؟ أوكي. بدك تربح أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله حبيب. تنشوف. حبيب شخصية كتير مهضومة، بيعبر هيك شوي بوجهه، مع أنه من أول ما تعرفت عليه حسيت أنه هو قليل التعبير، بس فاجأني بالمسابقة الاختبار أنه كان يمكن بلش ياخد وجه علي شوي، وكان مصمم بركي مثل كل الأولاد أنه يثبت أنه هو ناجح ولو هو ما بيتعلم، وأنه هو بيعرف كتير أشياء. حسيته شاطر، وحسيته هيك في لمعة ذكاء بعيونه، وعلى أمل، طبعاً عنده أمل كبير بأنه هو يربح بالمسابقة. أنا ما حسيت الاختبار صعب، لأنه أنا بالنسبة لي حسيته كتير، يعني كتير منيح. كتير كانت مقبولة أجوبته، حبيت بالحساب قد عنده ثقة بنفسه كمان، وعلامته هي 10 على 12. أنا متحمس كتير كتير، لأنه راح أقضي جوي يومين بفندق، متحمس متحمس كتير. حبيب الابن البكر بهالعيلة والصبي الوحيد، معتبر حاله مسؤول عن خياته، قدام الكاميرا ومعي بالمقابلة ما كتير بيعبر، مشان هيك حبينا نتركه لوحده مع الكاميرا، بلكي منعرف عنه أكثر. نظل الأحد نظهر أنا وأصدقائي وأمي، ونطلع نتسلى ونرجع البيت. بخاف من الموت، بحب يعني أرسم وأغني وألعب كرة القدم وأطلع أتونس. أحلى اسم عندي هو رائد، لأنه اسم أبوي. أكثر حيوان اللي بحبه كهو كلب، وكان في عندي في بالعراق كان في عنده كلب
وكلنا بنروح نلعب. أكثر هدية بحبها بروح بقابل كريستيانو رونالدو لأن أفضل لاعب عندي. بحب سبايدر مان لأنه قوي وشجاع وما بيخاف بينط العمارة العمارة وقوي. السعادة بالنسبة لي تكون أنا وأهلي ونعيش بالسعادة وأمان. حبيبي اللي تعرفنا عليه بهالحلقة وعلى خياته رح ينضم بهالأسبوع لطفلين غيره لحتى يقضوا سوا بآخر الأسبوع يومين من العمر بأجواء رمضانية مميزة مع النجمة سيرين عبد النور. واو واو واو. واحد اثنين. بحبك كتير. أنا أنت بتحبيني؟ أنا كتير كتير كتير. وأنا أكتر وأكتر وأكتر. خاف منهم هون. عنجد أهلا وسهلا. أول شيء أنا كتير مبسوطة أني رجعت شفتك بعد فترة. كلنا مشغولين كل واحد ببروجرام وأنا بلا حدود وأنت ببصمتي وبالآخر نحن على تلفزيون الآن.